هم مجموعة في الأنتيكوكسيديال دراجز مجموعة الأيونوفورس. مجموعة الأيونوفورس دي مجموعة مهمة لأنها أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك يعني من فانجل أوريجين، يعني ناتشورال أنتيكوكسيديال. فالناتشورال بينطبق عليها المعلومة الأساسية اللي هي التوكسيستي بتاعتها قليلة، وينطبق عليها إن البينيفيت ريسك ريشيو بتاعتها كويسة. فأنا علشان كده بحب وبنحب وأنت هتحب تستخدم الأنتيكوكسيديال في الوقاية من الكوكسيديوزيس في الدواجن، لأن مجموعة الأيونفورس دي مجموعة كويسة زي ما أنت إيه هتلاحظ معانا. طب مين هم مجموعة الأنتيكوكسيديال الذين يتبعون للأيونفورس؟ الميمبرز، أعضاء المجموعة. أعضاء المجموعة حاجة مشهورة قوي في السيطرة على مرض الكوكسيديا، اللي هم الأيونوفورز الآتيين: اللاسالوسيد، المادوراميسين، المونانسين، النراسين، وكمان السالينومايسين اللي هو يعتبر الفيرود بتاعهم الجميل، والسم مادوراميسين. دول بنقول تاني أيونوفورز. الأيونوفورز دي مجموعة كويسة. الأيونوفورز بيستخدموا أساسا للسيطرة على الكوكسيديا. الأيونوفورز يعتبروا كوكسيدي سايدل. الأيونوفورز بيستخدموا لأنهم أقوياء وبيشتغلوا على الفيرست ستيجز بتاعة الكوكسيديا لايف سايكل، فبيستخدموا وقائي فور بروفلاكتيك. في حاجة جميلة في مجموعة الأيونوفورز أنهم متخصصين في الطب البيطري. يعني ايه متخصصين في الطب البيطري؟ يعني بيعالجوا مرض اساسي اللي هو الكوكسيديا اللي بيجي في التربية المكثفة في الدواجن كتير، وبيقدروا يسيطروا عليه. فلا يستخدموا في الطب البشري ولا يستخدموا في الزراعة كأنتي كوكسيديا. ودي حاجة مهمة لانهم سيلكتف، معمولين مخصوص من اجل الدواجن والسيطرة على أهم مرض في الدواجن اللي هو الكوكسيديوزيس. طيب لابد أن نعرف، طيب هم الأيونوفورس يعتبروا إيه؟ كيماوياتهم إيه؟ هي very big ring، وسميت أيونوفورس لأنها بتعمل attractions للأيون الصوديوم والبوتاسيوم، وبتبوظ الصوديوم بوتاسيوم بامب. ولما الصوديوم بوتاسيوم بامب بتبوظ، يبقى ال أوزمولاليتي بتاعت الخلية هتبوظ. والصوديوم والبوتاسيوم في أي خلية هم اللي بيظبطوا كل العمليات الحيوية اللي فيهم. وكمان بعضهم لأنهم أيونوفورز وبيمسكوا مع الأيونس، فغير إن هم بيمسكوا مع الصوديوم والبوتاسيوم أيونس والإكستشينج بتاعهم ثرو السيل ميمبرين، ممكن كمان يمسكوا في الدايفيلنت كاتاينز زي المغنيسيوم وزي الكالسيوم. وفي الاولانيين بقى اللي هم المونوفيلنت، هسميهم مونوفيلنت انتي كوكسيديال ايونوفورس. اللي بيمسكوا في المغنيسيوم والكالسيوم اكتر هسموهم داي فيلنت انتي كوكسيديال ايونوفورس. نفتكر مع بعض كده، هل الايونوفورس دي تقدر تمسك في الليبت؟ طبعا هي ليبت سولوبل ولايبوفيليك، وعلشان كده بتبوظ السيل ممبرين وبتبوظ الاكستشينج ثرو السيل ممبرين، بس اكتر بتاع الكوكسيديا مش بتاع الفراخ. التاريخ مهم، التاريخ مهم قوي. فلان الايونوفورز مهمه، ولانها حسنت صناعه الدواجن، ولانها سيطرت على الكوكسيديا، فتاريخها كمان مهم. احنا قلنا ان كلها طلع من فنجس، ودي تبقى ناتشورال، ودي تبقى ليس توكسيك، فهم كلهم طلعين من الستريبتومايسيس. الستريبتومايسيس اللي طلع منه الستريبتومايسين الانتيبيوتيك، اللي اكتشف الستريبتومايسين اخذ جائزة نوبل، واللي اكتشف الداي فيلانس كاتاين لاسالوسيد سنة 51 وكان بيستخدم ضد الكوكسيديا وكان ناجح جدا. إنما في سنة 67 طلع برضو مونوفيلنت أيونوفورز. المونوفيلنت أيونوفورز اللي طلع سنة
67 كان المنانسن. طلعته مين؟ طلعته شركة إلانكو. إلانكو سمت المنانسن باسمها وسمته كاسم تجاري إلانكو بان، وده كان حاجة كويسة جدا. وتعالج بيه أعداد من الكتاكيت لا حصر لها، لدرجة إن إلانكو حطت على البامفلت بتاع الإعلان بتاعه كتاكيت مرصوصة ورا بعض في صف واحد من هنا لحد القمر، ورجع تاني الصف صف تاني من القمر لحد هنا، وقالت إن الكتاكيت اللي أخدت أيونوفورس أكتر من الصفين دول عدة مرات، وده نتيجة قوة وفاعلية المنانسن في السيطرة على الكوكسيديا اللي هي كانت شبه مؤثرة جدا سلبا على صناعة الدواجن. سنة 72 طلع السالينومايسين. السالينومايسين ده يعتبر أشهر دواء وأشهر مادة كيميائية بتوضع في العلف من أجل السيطرة على الكوكسيديا في الدواجن، لدرجة أن عدد الشركات اللي مطلعة سالينومايسين النهاردة عدد كبير جدا، وكمية البيع منه أطنان كثيرة جدا، ولولا كان إنتاج الدواجن قل جدا، لأن الكوكسيديا زي ما أنتوا عارفين كويس بتأثر جدا على الأمعاء، وبالتالي بتأثر على الامتصاص زي ما أنتوا عارفين، وبالتالي تأثر على الفيد كونفرشن، ثم تأثر على أوزان الدواجن جدا. واحنا عايزين نكسب من الدواجن، وعايزين كفاءة عالية من الأدوية اللي بتتحط عليها، وعايزين أداء عالي من الدواجن. في سنة 75 طلع النارسن، والنارسن علشان تبقى عارف أخو السالينومايسين، بس ما نجحش زيه. يعني إذا كان لأنه هو سالينومايسين مثايل أنالوج، عارف لما تبقى أنت عندك إثايل الكحول ومثايل الكحول، الاثنين الكحول بس في شوية فروق خفيفة، ونقول ان الإثايل مثلا احسن شوية من المثايل، فهنا السالينومايسين احسن شوية من السالينومايسين مثايل، وده برضو مونوفيلنت ايونوفورس، يعني بيمسك في الصوديوم وبيمسك في البوتاسيوم. برضو في التاريخ بتاع الايونوفورس طلع بعديهم المادورامايسين. المادورامايسين مونوفيلنت ايونوفورس كويس. بعد المادورامايسين طلع السم مادورامايسين. السم مادورامايسين ده مور ذان اكسلنت. السم مادورامايسين ده اسمه في السوق الابياكس. الابياكس دوا اضافه علف جميله جدا، وبتسيطر بمنتهى القوه على الكوكسيديا، ودي حاجه قدمت صناعه الدواجن. هنرجع لحته فارماكولوجيه بتهمنا جدا، ما معنى ان الايونوفورس مضاد كوكسيديا قوي؟ هو مضاد كوكسيديا علشان تفهمه كمادة كيماوية، لأنه هايلي لايبوفيليك، وهو الموديف أكشن بتاعه إن هو بيبوظ الترانسبورت بتاع القطاينس زي الصوديوم والبوتاسيوم ثرو السيل ممبرين بتاع مين؟ بتاع الكوكسيديا. فعلشان كده الكوكسيديا سسبتبل ليه أو بتتأثر بيه. والمفروض إن الريشيو بتاع التوكسيستي بتاعته أكتر من 3، يعني لو ضعفنا لو ضعفت الجرعة ولو بالخطأ إلى 3 أمثال الجرعة هتدي توكسيستي قليلة، بعديها تدي توكسيستي قوية. طيب أنت هتقول لي لأ، ده السيرابيوتيك إندكس لما يبقى 3 يبقى ده مش حاجة كويسة. هقول لك احنا هنحاول نوصل الجرعة المظبوطة بالطرق المظبوطة لكل فرخة عند اضافة العلف، ودي هنقولها في الاخر مع اسباب الفيلير اوف انتي كوكسيديال دراكس. برضو لازم نعرف الموديف اكشن، لان انت لما بتعرف الموديف اكشن بيسهل لنا حاجات كتيرة في الاستخدام. احنا قلنا ان هو بيفسد الاكسيتشينج بتاع الانتراسيلولار بوتاسيوم،
الاكستشينج اوف اكسترا سيلولار صوديوم وبيبوظ البروتون بامب. وبالتالي لما البروتون بامب بتبوظ طبعا كل حاجه بتعتمد على الصوديوم والبوتاسيوم والاوزمولاريتي، فالاي تي بيز وكل بيبوظ، وكل ما يتعلق بالانرجي يوتيلايزيشن نتيجه الادموسين ترايفوسفيت. معنى كده بوضوح ان بيعمل اكسهوست للسيلولار انرجي بتاع البارازايت، وبالتالي مش هيبقى فيه ملتيبليكيشن ومش هيبقى فيه جروس. الانتيكوكسيديال اكتيفيتي اوف اينوفورس نتيجه للالتر ميمبرين انتجريتي بتاعه الكوكسيديا. طيب هو بيشتغل على انهي مرحله؟ هل بيشتغل على السبوروزويتس والميروزويتس ولا بيشتغل على السبروجوني فيس ولا بيشتغل على الشيزوجوني فيس؟ بصينا ان هو اكتر بيشتغل على السبروجوني فيس. طب السبوروزويتس ده هو اللي هو لسه داخل الامعاء والابيسيلال سيلز لايننج بتاعت الفرخة علشان يبوظها، يجي المونانسين او السالينومايسين او اللاسالوسيد او السيمادوراميسين يمسك فيه ويبوظ الاكستشينج اوف ايونز من خلال السيل ممبرين بتاع الكوكسيديا، وبالتالي بيموت السبوروزويتس اللي هي الفيرست ستيجز. بكده يبقى هو اكتر ينفعني فور بروفلاكسيس ولا اكتر ينفعني فور تريتمنت؟ اكيد ما دام اشتغل على الفيرست ستيجز يبقى هو فور بروفلاكسيس اجينست كوكسيديا، والفرخه ساعتها او الفراخ او ال 10,000 كتكوت اللي موجودين في العنبر هيقدروا يعملوا تولرانس للكوكسيديا، ومش هيقدر الكوكسيديا تاثر عليهم، لان اول لما جت تاثر عليهم وتعمل ملتيبليكيشن وتخش على الشيزوجني فيس هو راح موتها في السبوروزويد فيس وبوظ الازمو ريجوليشن بتاعها. في حته جميله اكتر الانتيكو اللي هي في البرود في السبيكترم بتاع الانتيكوكسيديال، السبيكترم بتاع الانتيكوكسيديال اينوفورس لاكتر انواع الايميريا، ومع ذلك هم ليهم تاثير خفيف على الجرام بوزيتيف بكتيريا. طب ودي تهمني في ايه؟ تهمني ان لو الكوكسيديا، وعاده الكوكسيديا بيبقى معاها كوليستريديا، ان المونانسين او السالينومايسين هيأثروا الى حد كبير على الجرام بوزيتيف كوليستريديا مع تاثيرهم على الكوكسيديا، فالدايريا تقل والويت لوس يقل ويتحسن الاداء بتاع الكتاكيت اللي في العنبر. اي دواء اي انتي بيوتيك بعد فتره بيحصل له ريزيستنت. بالنسبه للايونفورس الوضع ايه؟ الوضع هنا يعتبر وضع جميل جدا في الطب البيطري، ان الريزيستنت اجينست الاينوفورس بتطلع بعد مده. يعني ليه ريزيستنت؟ النهارده بقالنا 50 سنه بنستخدم المونانسين، ولا زال المونانسين هايلي افكتيف از انتي كوكسيديال، نتيجه ان الديفلوبمنت اوف ريزيستنت ليه قليله، ودي حاجه كويسه قوي. فانا بهذه الطريقه قدرت استخدم الاينوفورس كل الممبر بتاعتهم، المونانسين والسالينومايسين واللاسالوسيد والمادورامايسين والسيمادورامايسين اجينست اكتر انواع الكوكسيديا، واشتغلوا ككوكسيديو ستاتس واشتغلوا كفور بروفلاكسيس، مش في البولتري بس اللي هي صناعه محتاجه هذا الانتيكوكسيديا، لا دي اشتغلت كمان في اي حيوان من الحيوانات يجي له كوكسيديوزيس زي الارانب او زي الشيب او زي الجوتس. بكده احنا فهمنا مجموعه الايونوفورس اللي هي مجموعه مضاده للكوكسيديا، والكوكسيديا هو البارازايت رقم واحد الذي يؤثر على صناعه الدواجن وعلى اداء جميع انواع الدواجن اللي احنا بنربيها في المزارع. فالأينوفورس بجميع الممبرز بتاعته بقوا كويسين، وبقوا يستخدموا في جرعات صغيرة جدا كإضافة علف، قد يصل إلى 1 جرام أنتيكوكسيديال في بعض أنواع الأنتيكوكسيديال على الطن، وقد تصل في البعض الآخر ل1 جرام على
10 كيلو من العلف، وهذا يؤدي بنا إلى أن احنا ناخد بالنا في الخلط وفي التوزيع وأن تصل الجرعة المناسبة لكل فرخة بالطريقة المناسبة. الأنتي كوكسيديال أينوفورس أحد التولز القوية أنا معايا كفيترينيريان من أجل الكنترول of coccidiosis in poultry and in other animals. Thank you.